عليكم أعزائي الطلاب، أرجو أن تكونون بأتم الصحة والعافية، ونلتقيكم بالمحاضرة الأولى من درس الرياضيات الكورس الثاني معكم الدكتور سعد، وأرجو أن تكون محاضرة مفهومة وواضحة. في هذا التشابتر Chapter 7، طبعا هذه المحاضرة الأولى، والكتاب اللي راح تدرسون عليه هو الكتاب اللي خاص بالرياضيات أو الكالكولاس. راح نتعرف على الـ First Order Differential Equations، راح نتعرف على طريقة حل هكذا نوع من المعادلات. ما هي المعادلات التفاضلية؟ A General First Order Differential Equation، المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى. A first order differential equation is an equation، هي عبارة عن معادلة تحتوي على dy على dx وبها الدالة f of xy، in which f of xy حيث تكون الدالة f of xy is a function of two variables، هي عبارة عن معادلة من متغيرين، ونلاحظ هنا عندنا المتغير الأول x والمتغير الثاني y، defined on the region in the xy plane، ومعرفة في المستوى ال xy. The equation is of first order، لماذا نسميها معادلة من الدرجة الأولى؟ Because it involves only first derivative dy at dx، لأنها فقط تحتوي على المشتقة الأولى ذات الصيغة dy على dx. يعني ما تلاحظ مثلا على سبيل المثال، ما راح تلاحظ انه d تربيع y على dx تربيع او d 3y، ماكو شيء، فقط راح تلقي انه dy على dx. And not higher derivatives، ولا تحتوي على مشتقات اعلى، يعني 3 4 5. We point out the equation، وراح نسمي هذه المعادلة، أما بشكل ما كان الجزء الأول اللي هو dy على dx يساوي f of xy، أو y prime يساوي f of xy، أو d على dx للy f of xy. هذه كلها are equivalent to equation 1، هذه الصيغة، الصيغة هذه وهذه الصيغة وهذه الصيغة، هي كلها متكافئات وتشبه المعادلة رقم 1، and all three forms will be used interchangeably، وكل هذه الصيغ الثلاثة راح نستخدمها بصورة متتابعة ومتسلسلة. A solution of equation 1، حل هذه المعادلة، is a differential equation، is a differentiable function، هو عبارة عن دالة قابلة للاشتقاق. إذا بعد أن تحل المعادلة رقم 1، الحل مالتك راح يكون على شكل معادلة f of xy defined on interval i of x value perhaps infinite such that، حيث انه الحل مالتك اذا اشتق له راح ترجع عندك هذه المعادلة الثانية. We seeking the particular solution، طبعا لكل معادلة تفاضلية بشكل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن حلول لمعادلة تفاضلية، حلول متعددة، يعني مثلا هذا هو الحل الأول، هذا هو الحل الثاني، هذا هو الحل الثالث، وهذا وهكذا، أكو أحيانا يعني حلول لا نهائية. واحد من عندها هذا هو الحل باللون الأزرق، خلي أميزه، هذا الحل باللون الأزرق، هذا واحد من الحلول. فإحنا نبحث عن حل جزئي. We seek for a particular solution، نحن نبحث عن حل جزئي، not a general solution، وليس الحل الكلي أو العام، which satisfies the initial condition، إنه قيمة الـ y بالـ x not يساوي من الـ y not. إذن إحنا الهدف مالتنا على سبيل المثال هذه المعادلة التفاضلية اللي هي عبارة عن dy، خلي أكتبها هنا dy على dx يساوي y ناقص x، هذه حلولها اللانهائية. احنا راح نختار فقط حل واحد اللي هو هذا كير باللون الازرق، هذا
وهذا الكيرف انه يحقق لنا الداله انه قيمه y بالx نوت تساوي لنا y نوت. طبعا هنا لو كانت الx نوت هي 0 والy نوت هي 2 على 3 لازم يكون عندنا y of 0 يساوي لنا 2 على 3. طبعا من الواضح انه هذا الحل وهذه الداله تحقق لنا هذا الشرط. طبعا احنا راح نحل وراح نشوف شلون، بس راح اعطيكم فكره اوليه ليش. لان يعني اذا تعوض بدال كل x صفر، لو كان هذا صفر وهذا صفر، الحل النهائي مالتك راح يصير 2 على 3. اذا تحقق عندك الحل. A first order initial value problem is differentiable equation. ولاحظ انه تكون initial value problem او المعادلة اللي تكون بها قيم ابتدائي ايضا هي دالة قابلة للاشتقاق. Whose solution satisfies the initial condition، بحيث انه الحل مالتها يحقق لنا الشرط الابتدائي. على سبيل المثال هذه الدالة اللي هي y يساوي x زائد 1 ناقص 1 over 3 اللي هو بهذا الشكل من فيجر 2.1a اللي هي هاي يقصد بها عادي، على شكل هذا المنحني. is a particular solution to the first order initial value problem dy at dx. قلنا هذا اللون الأحمر هسه حاليا صار هو يمثل حل جزئي من مجموعة الحلول اللي شفناها، هذه كلها عبارة عن حلول للمعادلة الأصلية اللي هي تساوي لنا dy على dx. This solution is one of many solutions as explained in figure 2.9، وهو واحد من الحلول وكما موضح بالشكل 2.9.2. المعادلة التفاضلية من الـ linear equation من الدرجة الأولى وتكون خطية. Is one that can be written. هي المعادلة اللي نستطيع نكتبها بالصيغة القياسية مالتها اللي هي dy على dx زائد p of x في y يساوي لنا q of x، حيث ان ال p معادلة are continuous function، هي عبارة عن دوال مستمرة. ولو كان ما بعد اليساوي هذا يساوي لنا صفر، هاي حالة خاصة، المعادلة راح نسميها linear homogeneous equation، معادلة متجانسة خطية. إذا الصيغة القياسية للمعادلة بشكل عام يكون هذا لا يساوي لنا صفر، في حالة ساوي لنا صفر راح نسميه linear homogeneous equation. Equation 1 is linear in y، ونلاحظ أنه قيمة ال y بيها يعني خطية. من أقول خطية يعني ما بها y تربيع أو y أس 3 أو y أس 4، لا ماكو هيك، فقط تلقي y. وكذلك تكون المشتقة مع ال y أيضا خطية، يعني أنت ما شفت هنا على سبيل المثال ما لاحظت d تربيع y على dx تربيع أو 3، ماكو هيك، فقط لقينا أنه dy على dx. And they are not multiply together. وكذلك ما لاحظت انه dy في dx مضروبة في y، لا ال y واحد والمشتقة مالتها واحد. طبعا ولا لقيت انه هناك ما يسمى بال argument function. argument function هي الدوال مثلا sin y، ما لقينا، ما راح نلقي sin y ولا exponential y ولا dy على dx كلها تحت. طبعا تجيك المعادلة التفاضلية بصيغة مختلفة ويقول لك انه حطها بالصيغة القياسية. Put the following equation in standard form. Standard form مالتك اللي هو هذا الشكل، يجب ان يكون عندك dy على dx ما مضروب بها اي شيء، والy مضروبة في دالة أم الx، وما بعد يساوي دالة x بدون y. طيب هنا من أخلي هذه تشبه هذه الصيغة قياسية dy dx زائد of x y
يساوي من Q of A. لاحظ أنه أريد أتخلص من قيمة الـ X هنا. فش أسوي؟ راح أقسم على X. طبعاً X أقدر أقسم عليه لأن قيمة لا تساوي لنا صفر. لو كانت ما مطيني هاي المعلومة ما أقدر أقسم عليه. ف divided by X راح يصفى عندنا. هذا الـ X تروح. هنا من أقسم على X راح يكون عندي X فقط في البسط. وهنا 3y over x صارت هذه الدالة الجديدة. زين هسه من أقارن هذه ويا هذه مفروض شنو؟ المفروض يكون عندي هنا dy على dx، هاي أول وحدة متحققة هنا، وبعدين يكون عندي y مضروب في الدالة أم x، فيراد أحول هذه الواي إلى هذا الطرف. صفة عندي dy على dx، هذا من تحول هنا إشارة مالته موجبة، شو تصير إشارة مالته؟ سالبة، صارت هنا سالبة، وصارت هذه الـ X. هذا من أقارنها هسه ويا المعادلة هذه اللي هي رقم واحد. الـ P of الـ XY إيش قد قيمته هنا؟ قيمته 2 أو 3 على X، والإشارة هي سالبة. الـ Q of الـ X إيش قد قيمته هنا؟ قيمته هي X. فكتب إنه notice that P of X is negative 3 over X. هذه قيمة الـ P of X من نقارنها ويا المعادلة القياسية، وليس plus. ليش؟ لأنه المعادلة القياسية عندنا موجب، بس هنا عندنا احنا سالب، إذا يجب تكون الـ P of X هي أصلا قيمتها سالبة. The standard form is Y prime زائد P of X Y يساوي Q of X so that the minus sign are part of the formula. فلهذا لاحظ ما عندنا بالمعادلة الأصلية سالب فقط موجب، فراح يكون السالب هو من جزء الـ P of X. 7.4 هذا الموجود في الشابتر السابع الـ Section 3 Differential Change and Separable Differential Equation اللي هي طرق حل هذه المعادلة. أول طريقة راح ناخذ طريقة فصل المتغيرات وهو ما يسمى Separable of variable. The solution of the initial value problem. حل المعادلة الابتدائية ذات القيم الابتدائية dy على dt يساوي xy، حيث أنه قيمة الy عندما x يساوي لنا صفر هي y not. Is الحل لهذه الـ initial value problem هو y يساوي لنا y not في e to the kt. طبعا هذه هي عبارة عن نظرية، بس أنا جبت لكم الزبدة مالتها بغض النظر عن البرهان. Quantities change in this way are said to undergo exponential growth. طبعا هنا القيمة القابلة للتغيير قيمة الـ y تسمى بالـ undergo exponential growth. هذا يسمى بالإندريجو exponential growth if k is greater than 0، إذا كانت قيمة الـ k أس هو قيمة موجبة، and exponential decay وتكون هذه القيمة تضمحل أو تصغر إذا كانت قيمة الـ k greater than 0 less than 0 أقل من الصفر. The number k is called the rate constant of the change، ويسمى العدد k هو مقدار أو ثابت التغير للمعادلة. The rate constant أو مقدار ثابت التغير بالنسبة للمعادلة. فتلاحظ هنا هذه الدالة y يساوي لنا y not e to the kt. إذا كان ال k هو موجب وأكبر من الواحد التغير مالته راح يكون سريع. إذا كان عندك الـ K هو واحد التغير مالته راح يكون أبطأ، وإذا كان الـ K هي أقل من الواحد التغير مالته راح يكون بعد أبطأ، بس كلها هي عبارة عن زيادة. لاحظ أنه كل القيم هنا تصعد للأعلى. ليش؟ لأنه الـ K مالتك هي كلها موجب، بينما الشغل الثاني بالـ B تلاحظ أنه الـ K سالب، فلهذا كل الكيرفات ده تضمحل. طريقة حل المعادلة ممكن أن تختصر بالتالي:
equation 1 equation 1 يقصد بها المعادلة dy over dx equal f of xy. Separable يعني قابلة للفصل if f can be expressed as a product of f of x and a function of y. إذا كانت ال f ممكن نكتبها على شكل حاصل ضارة دالتين، الأولى دلالة ال x والثانية دلالة ال y. نلاحظ أنه دلالة ال x راح نسميها g of x والدالة بدلالة ال y راح نسميها h of y. h of y إذا استطعنا أن نكتبها على شكل capital H of y تساوي لنا 1 على h، فالمعادلة هذه بإمكاننا أنه نكتبها بالشكل هذا، وبضرب الطرفين في الوسطين يعني نقول dy في h of y خليها بهذا السايد يساوي g of x في g of x راح يساوي لنا هذا الطرف. هذه الدالة تلاحظها أنه عوامل x في هذه الجهة وعوامل y في هذه الجهة، ونستطيع إيجاد الحل من خلال تكامل الطرفين. Now we simply integrate both sides of this equation بشكل ما نشوف هذا. After completing the integration we obtain the solution y defined implicitly as a function of x. راح نلاحظ انه ال y اللي هو الحل عبارة عن دالة بالنسبة لل. مثال example 1 solve the differential equation. هذه ال differential equation الهدف مالتنا انه نقدر نكتبها على شكل حاصل ضرب دالتين h of y and f of x. طبعا بما انه y زائد 1 is never 0 when y greater than negative 1، طبعا لانه من يكون عندك 1 ناقصا ال y هي اكبر من سالب 1 ولتكن مثلا نصف، هذا لا يساوي لنا صفر وهكذا. We can solve this equation by separating the variable. بما أنه هذا ال y لا تساوي لنا صفر، إذا أنا راح أقدر أقسم عليه. فمن أقسم هنا على 1 زائد y، راح هذا ال 1 زائد y يروح هنا، وفي الطرف الآخر راح يكون عندي هنا بالمقام. فبقى عندنا dy على 1 زائد y يساوي لنا e to the x dx. نلاحظ انه هذه جزء من المعادله دلاله الاكس وهذا الجزء دلاله الواي، اذا هي variable separable او قابله للفصل بالمتغيرات. مجرد انه اكامل هذا الجزء بشكل ما نلاحظ هنا واكامل هذا الجزء، تكامل هذا الجزء النتيجه مالته انا عندي ملاحظه، اذا كان عندي كسر بحيث انه المقام مشتقة مالته بالبسط موجودة، فرأس الناتج التكامل راح يكون لن المقام طبعا زائدا الثابت. زين المقام شنو عندنا هنا؟ هو 1 زائدا y. المشتق مال 1 زائدا y شنو هي؟ مشتقة 1 زائدا y بالنسبة ل dy. مشتقة الواحد هي 0، مشتقة الواي هي 1 1، والواحد موجود هنا. إذا رأسا أقول نتيجة التكامل هو لن 1 زائد واي طبعا زائد سي. وتكامل الإكسبونينشال إذا كانت مشتقة الأس موجودة، طبعا مشتقة الأكس هنا 1، فبما أنه موجود إذا رأسا ناتج التكامل راح يساوي لنا نفسه، لأن أنا عندي تكامل الإكسبونينشال إذا كانت مشتقة الأس موجودة راح يصير ال الإكسبونينشال نفسه، فنزلت نفسه زائدا طبعا سي. هنا أنا عندي سي 1 وعندي سي 2، أقدر أقول سي 1 أجيبه بهالطرف هذا، هذا سي 2 بهالطرف هذا، وأعتبر أنه كابيتال سي هي عبارة عن سي 2 ناقصا سي 1. إذا ناتج التكامل راح يكون عندنا the last equation give us y as an implicit function of f of x. المثال الآخر عندنا هذه الدالة أريد أكتبها على شكل حاصل ضرب دالتين، واحدة باتجاه ال y واحدة باتجاه ال x. We change the differential form, separate the variable and integrate. هذه الطريقة طريقة الحل بشكل عام، أنه نفصل المتغيرات
ثم نقوم عملية تكامل. أضرب طرفين الوسطين، طبعاً عندي طرفين الوسطين، هذا راح يعتبر المقام بالنسبة للجزء على اليمين، وهذا هو الجزء الآخر. راح يكون عندي دي واي في هذا يساوي لنا واي اكس بلس 1 دي واي في 1، يعني راح يكون عندي هناي واي اكس زائد 1 دي واي اللي هو هذا الطرف في 1، عندي الواحد ما يأثر عندي على عملية الضرب، في دي اكس على اكس واي تربيع زائد 1. الهدف مالتي اخلي دوال الاكس في هذا الطرف ودوال الواي في هذا الطرف. شو اسوي؟ اقسم على اكس زائد واي، او خلينا نقول طريقه مختصره اكثر، انه اقوم بعمليه ضرب الطرفين في الوسطين. يعني انا عندي هنا واي اكس زائد 1 دي واي يساوي لنا اكس واي تربيع زائد 1 دي اكس. راح اجيب الاكس زائد 1 هنا واجيب الواي تربيع زائد 1 هنا. فالاحظ هنا انه بتكامل الطرفين، هذا الطرف راح اكامله هنا وهذا الطرف راح اكامله هنا، راح يكون عندي واي دي واي واي زائد واي تربيع. هنا عندي هذا الطرف اللي هو اكس اكس زائد واحد، طبعا اقدر اكتبه بهالشكل هذا، راح يكون عندي هنا اكس باكس زائد واحد هي تساوي واحد سالب واحد على اكس زائد واحد. طبعا شلون تساويها؟ هذا اذا ابسطه اوحد الطرفين بالاكس زائد واحد، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي بالمقام اكس زائد واحد، اقسم هذا المقام على واحد راح يصير عندي اكس زائد واحد، ثم اضربه في الواحد راح يصير عندي اكس زائد واحد سالب اكس زائد واحد في تقسيم اكس زائد واحد واحد، اذا راح يكون عندي اكس على اكس زائد واحد. وبشكل الطريقة السابقة قلنا إذا كانت مشتقة المقام متوفرة في البسط فناتج التكامل راح يكون لن مطلق المقام زائد سي. طبعا مشتقة المقام هي 2y، إذا أنا فقط الواي موجودة عندي، الاثنين لازم أوفرها. طبعا من أوفر الاثنين أنا أقسم على نصف حتى يكون عندي واحد، ويكون هنا عندي واحد زائد واي تربيع لين النصف أطلع خارج قوس هنايا، وعندي تكامل، تكامل الواحد هي اكس، وهذه مشتقة المقام موجودة اللي هو واحد، فراح يكون عندي سالب لين اكس زائد واحد. طبعا هنا عندي خلينا نعتبرها سي 1 وهنا عندي سي 2. هذه السي هي لو اعتبرتها انه سي 2 زائد سي 1 اقدر ما احتاج اكتب السي 1 والسي 2. And the last equation give us the solution as a function of y in absolute form of a. ارجو انه في نهايه المحاضره كانت مفهومه، واني في استعداد لاجابه عن اي اسئله منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.